مساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الثقافة والأدب، وضيوفنا لليوم مميزين بنتاجاتهم الثقافية. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور عبد الله شاهر، وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية واللغة العربية، ومدير تحرير مجلة الموقف الأدبي، والمفوض الإقليمي عن جامعة مصر الأمريكية الدولية في القاهرة في سوريا. وأكيد أيضا بيسعدنا نرحب بالأنسة دعاء بطيخ، فنانة تشكيلية وكاتبة رواية. يسعد صباحكم. صباحكم يا صباح اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتكم، نورتوا صباحنا. اليوم عم نحكي بنقطه كثير مهمه، وخاصه ضمن هذا الوضع شفنا في ناس كثير بعدت عن موضوع الادب والروايه والكتب. دكتور، اليوم هيك من خبرتك ونظرتك الثقافيه، كيف اليوم بتقيم الروايه؟ بشكل عام الرواية الآن هي سيدة الموقف في الأدب، يعني لأن النتاجات الروائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدأ القارئ يتجه إلى الرواية لأسباب كثيرة. يعني تعتبر الرواية حاليا هي أكثر الأجناس الأدبية تناولا من قبل القراء، والسبب في ذلك أن الرواية تعرض حالة اجتماعية، حالة حب، حالة سياسية، فيها فضاء مكاني وفيها فضاء زماني وفيها شخوص قد تصل إلى مقاربة مع القارئ أو المتلقي، وبالتالي تأخذ صدى في نفس القارئ. بينما بقية الأجناس الأدبية تراجعت قياسا للرواية، تقدمت الرواية عليها مثل الشعر عندنا أو القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا في الأدب الوجيز. هذه كل هذه الأجناس تتقدمها الرواية الآن بشكل عام. صحيح، هو بالدليل اليوم ضيفتنا هي الدعاء، يعني من جيل الكتاب الشباب الجداد بسوريا، وعندك أول منتجاتك كانت هي رواية، خلينا نحكي عنها أكثر، رقصة حواء والمطر. هلأ هي باكورة أعمالي، رقصة حواء والمطر، أسلوبها هو الخطف خلفاً، اعتمدت فيها ببداية أسلوب الرسائل، فصل كامل كان رسائل بين الأبطال، خلقت فيه جو يهيئ، يعني هيئ القارئ ليفوت يعرف نبذة وشوي يصير عنده حالة غموض وتشده ليعرف بعدين تفاصيل الرواية والأحداث اللي عم بتدور فيها. هلأ الاسم هو شوي ملغوم، كل من يعني يقرأ الاسم رقصة حواء والمطر فهو بتهيأ له للوهلة الأولى أنه هو حواء كامرأة ترقص تحت المطر، لكن صحيح. هو لا، هو مطر اسم بطل الرواية فكانت هي رقصة البطل مع البطلة، وشو صار بيناتهم الأحداث ومن خلال الحياة مع بعضهم. دكتور، حضرتك كنت ناقد لدعاء، وكنا عم نقول دائما النقد حتى لو كان سلبي، ولكن إذا كان بهدف التطوير وإضافة الإيجابيات فهو إيجابي بالنهاية. صحيح. كيف اليوم قيمنا باكورة أعمال دعاء مثل ما وصفته؟ أولا الرواية جميلة بشكل عام، لكنها خرجت عن المسار التقليدي لكتابة الرواية، إذ أنها في الفصل الأول لم نستطع أن نصل إلى نتيجة من الكاتبة، هي عبارات جعلت من المتلقي حالة استفزاز لم نفهم منها. العقدة الروائية بدأت تتكشف علينا في الفصل الثاني. الفصل الثاني، من الفصل الثاني كما ذكرت هي عملية الخطف خلفا، والخطف خلفا هو شكل من أشكال الكتابة، حيث يبدأ الكاتب بالكتابة عن نهاية النهاية قبل البداية. طيب ما استبقت دعاء هاي الخطوة كونه بداية مشروعة؟ يعني دائما بيكون الكاتب له فترة منيحة بهذا المجال ممكن يروح. اليوم دعاء شفناها بأول خطوة راحت لهي الفكرة. هو الجرأة اللي تمتلكها دعاء أنها خرقت أولا الخط التقليدي للرواية، النقطة الثانية أنها بدأت بفن أدب الرسائل، وأدب الرسائل كاد أن يخبو في نتاجاتنا الأدبية الحديثة، صار قليل. يعني نذكر مي وجبران، نذكر نابليون وجوزفين، نذكر عباس محمود العقاد و
مي كمان، فكثير الرسائل الآن لم تعد هناك رسائل. إجت دعاء وأحيت هذا فن الرسائل، وكانت الرسائل مدروسة بدقة بحيث لم تسف الرسائل، وإنما أعطت حالة حب. هذه الحالة أنا ذكرت أنها لم تبين لنا لا مكان ولا الزمان. وهي تركت لنا نحن اليوم نتخيل الزمكان ما هو موجود فيها، وإنما هي موجودة جملة من المشاعر. والرواية بشكل عام هي ليست خط سير درامي وليست حكاية، وإنما هي نتائج السرد الذي تحكيه، وبالتالي يشترك القارئ مع الكاتب في التداعيات التي قد تحصل من وراء هذا الكلام، وقد يحظى القارئ بشيء من تجربته الشخصية من خلال هذا الاستفزاز الذي وضعته الكاتبة للمتلقي. دعاء عم تضحكي على كلمة استفزاز انت بالحياة العادية. لا والله كثير رايق ودبلوماسي وصبور بطبعي، بس هو انا بقرا من زمان كثير، فهي حالة انك تتركي شوي مساحة للقارئ يكون ممكن يتخيل نفسه هو احد ابطال الرواية بحالة معينة. فانا من خلال كتابتي يعني تقصدت انه والحمد لله انه نجحت بهذا من الاراء اللي كانت تجيني من القراء اللي تناولوا الروايه وقرأوها، انه اي حدا بيقرا الروايه ممكن يلاقي له سطر او سطرين او تعبير نفسي او جزء انا مرات تماما بجزء بيلامسه، لانه انا تكلمت فيها عن كل شيء. يعني حتى قسم الرسائل ما كانت هي رسائل عاديه، يعني انه مرحبا كيفك، صار عندنا فضول تماما مرحبا كيفك. لا انا حتى في المحتوى اللي قدمته بالفصل الاول بالرسائل تكلمت فيه عن الضباب، عن القيامة، عن الانتظار، عن حالة الركود اللي صابتنا مثلا، أو حالة الملل، أو حالة الألم. فكان حديثي بالرسائل بين الأبطال فيه شغلات ما أنا تقليدية اللي ممكن تتوارد للشخص القارئ أنه رسالة، إيه ممكن تكون رسالة، لكن لا، هي كان رسالة فيه من وراها رسالة بتلمس الأشخاص هدول أو بتذكرهم حتى بشغلات ممكن هن يكونوا نسيانينا من قيام او شيء ايجابي يلمسوا. مواقف احيانا، اشخاص، تماماً. اماكن احيانا تماماً. المكان بيكون بشكل لك بذاكرتك تماما. انا يعني انا وقت حتى كنت كثير حدا عم بيركز على التفاصيل بالروايه، انه انتم انتبهوا لهالتفاصيل اللي غير مباشره، ممكن ما تلمسك بطريقه مباشره بس هي كثير بتعني. هي كتير بتأثر بجواتك وبتتخزن بالذاكرة وبتطلع بلحظة معينة بتدعى فيها، يعني بتطلع وبتخليك تكوني بحالة إيجابية لما بتتذكريها. طب دكتور، اليوم دعاء عم تذكر نقطة التفاصيل، اليوم وقت بدنا نقول مقومات كتابة في كذا بند، يعني اليوم لحتى الكاتب انه يلتزم فيهم ليقدر يحقق رواية ناجحة، هل انت اليوم مع انه الكاتب يدقق بموضوع التفاصيل ويسرد؟ أنا لاحظي معي الآن نحن في عصر السرعة، وهذه السرعة لا تحتاج إلى سرد روائي كبير يعني. وبالتالي صدر ما يسمى بالقصة القصيرة، واليوم نحن في القصة القصيرة جدا، لكن الرواية المطلوب منها الآن أن تلامس ما بدواخل الناس في حدث مكاني وزماني وعبر شخصية درامية واقعية اللي ندعوها بالبطل الرواية، وهناك شخصيات ثانوية المكملة للحدث الدرامي، وبالتالي تكون العقدة هي ذروة الأحداث لتتفكك الأحداث في النهاية إلى حل، أو يترك بعض الأحيان بعض الكتاب يتركون الحل للقارئ للمتلقي، يخلون النهاية مفتوحة. هذه الرواية تكون فضاء للقارئ كمان، قد يستفيد منها في كثير من الحالات، وقد تكون لديه من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية هي تجارب الآخرين، وهي ثروة لغوية من خلالها يستطيع أن يحصل على كثير من المفردات الجديدة التي تضاف في الرواية.
لذلك فن الرواية هو فن محبب لدى الناس، بيسموه السهل الممتنع. يمكن هو السهل الممتنع، اللي يضع القارئ في جو يعزله عن الواقع، يدخل في عالم الرواية فيجد أنه شارك وساهم وتصور، وهذا التصور هو استدعاء لحالات كثيرة حتى الأمكنة. يستطيع حتى القارئ يستطيع أن يؤنسن الأمكنة ويحولها أنه والله فلان كان له ذكريات بالمكان الفلاني، كيف كانت هي حالة تداعي لحدث مؤثر خارجي اللي هي الرواية مثلا. صحيح. طيب دكتور عبد الله، أنت عم تشوف اليوم جيل الشباب هل عم يكون ملتزم بقواعد كتابة الرواية؟ والله أنا مع جيل الشباب، حتى مع احترامي لدعاء، يعني أنه لما قبلت أنه أدرس روايتها قالوا لي لسات كاتبة مبتدئة، يعني أنت تكتب عنها؟ قلت لهم أنا مع جيل الشباب، ونحن في اتحاد الكتاب العرب طرحنا موضوع أن يكون للشباب دور في اتحاد الكتاب العرب يحقق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. إذا أغفلنا شريحة الشباب معناته أغفلنا المستقبل طبعا، وبالتالي يجب أن نرعى هؤلاء الشباب ونأخذ بيدهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الإبداع. الكل موهوب، يعني الموهبة موجودة، متى تصل الموهبة إلى حالة الإبداع؟ عندما تتوفر البيئة المناسبة لتشع الموهبة، وكثير من المواهب ضاعت لدينا. صحيح. بدون لأننا لم نستطع أن نوفر لها البيئة المناسبة لتبدع. كونه دكتور حكيت عن البيئة المناسبة والدعم، اليوم الشباب السوري وخصوصا الكتاب الجدد لشو بحاجة؟ والله بحاجة إلى الكثير، يمكن دعم المادي هو. احنا يعني انا اقول انه هذه الفترة تعتبر استثنائية التي مرت على سوريا، والجميع مدرك ولا نريد ان نتحدث عنها الكثير، لانه المواطن العادي والمثقف والكاتب وكل التفاصيل معروفة في الأزمة السورية، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نرمم ما حصل من أحداث ونعيد ألق سوريا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. ولذلك اتحاد الكتاب الآن خطى خطوة باتجاه الشباب، احتضن 100 كاتب وكاتب. صح. هذا النشاط الذي أخذ اتحاد الكتاب على عاتقه أن يرعى هؤلاء الكتاب، وهم الجميع هؤلاء 100 كاتب وكاتب هم في مرحلة الشباب الأولى، وأنتم تعلمون أن مرحلة الشباب الأولى لا يتجاوز عمره 25 سنة. صح. هذه هي مرحلة الشباب الأولى، وتم تقديم كافة أشكال الرعاية التي يستطيع الاتحاد أن يقدمها ضمن الإمكانيات المتاحة. نحن نطالب مؤسسات الدولة كذلك أن ترعى هذه هذا النشأ الجميل، وسوريا ولادة يعني طبعا تستطيع أن توجد الكثير الكثير من القامات اللامعة. طيب دعاء، بعد رقصة هواء والمطر أكيد في مشاريع جديدة، في تحضيرات، خبرينا أكثر. هلأ أنا وقت اللي عملت باكورة أعمالي كانت حفل توقيع أول رواية مع أول معرض فردي كان بعنوان بصمات، فهلأ رح يليها حفل توقيع روايتي الثانية مع ثاني معرض فردي لألي، فعم بحضر له هلأ إن شاء الله قريبا. ورح دكتور عبد الله أيضا حيكون ناقد للرواية الثانية؟ طبعا بيشرفني وبيسعدني. هي تفاجأت بقراءة النقدية. انا ما كنت بعرف، انا لما كنا قاعدين بحفل التوقيع وهو قرأ الرواية، فانا متوجسة يعني خايفة، انه لانه انا سألته قبل يقول لي باثناء الحفل بتسمع خبرك، فانا كان مثلي اللي حضران الحفل التوقيع. فشوفي لما الكاتب او اللي بيحس بالحرف بطريقه كثير صادقه
وبيكتبوا بشغف وبيكتبوا بإحساس عالي. لما بيقرأوا مثل حضرة الدكتور عبد الله وعلى حدا على ثقل وقامة وقارئ وناقد والخبرة والعمر، فهذا بيخليكي بموضع أنه أنت دوما يعني مسؤولية. طبعا مسؤولية جدا كبيرة، ولأنه لا يا أما هذا الشيء بيرفعك عرفتي، يا أما خلص أنه عرفتي ما فهي كانت القعدة كتير فيها توتر. كيف تقبلتي هدول خلينا نقول النقد الإيجابي يعني؟ صلحتي بأماكن؟ طبعا طبعا طبعا. شوفي ما في بني آدم بيقدر يضل إذا ما قدر يستقبل النقد بيضل بمكانك راوح يعني. فهو ما رح يقدر يطور من حاله ويطور من ذاته ويسمع النقد من أشخاص هن على ثقة وعلى ثقل وعلى حضور وعلى خبرة حياتية كتير كبيرة. فهذا الشيء إيجابي وبيخليكي أنه أنت تدعمي حالك وتطوري من حالك لحتى ترجعي تقدمي شيء يليق بهيك أشخاص أنه بيكونوا موجودين جنبك. فهي مسؤولية كتير كبيرة، والله يقدرنا أنه نكون قدها مثل ما كنا أول مرة. دكتور، خلال دائما الأزمات والحروب الجميع يتأثر، ومنهم والشريحة الأكبر هي بتكون الأدباء والفنانين. قديش اليوم عم تلمس المواد اللي عم يقدموها الشباب السوري، خصوصا الكتاب الجداد متأثرين بالواقع اليوم والمحتوى اللي عم بيقدموه له علاقة بالواقع اللي عاشوا؟ والله كتب كثير، ونحن الآن بصدد توثيق كثير من الحالات اللي حدثت في سوريا. صح. وأنا حكمت عدد من الجوائز، مثلا جائزة وكالة سانا للقصيدة الحربية، جائزة وزارة الثقافة، كثير من الجوائز، اتحاد الكتاب العرب. لكن ما كتب من نتاجات كتب في حينه. تعلمون أن الأدب يحتاج إلى فترة يعني. صح. هي إعادة تدوير الذاكرة. وبالتالي نحن نقول أن ما سيأتي هو أكثر. النتاجات الأدبية التي ستأتي حول الأحداث التي حصلت في سوريا تكون في كل الأجناس الأدبية، وتكون غزيرة في أصولها وفي أحداثها وفي حالة التوثيق. نحن في هذه الفترة كانت أقرب إلى التوثيقية منها إلى النتاجات الأدبية، كونها مواكبة للحدث مباشر. الآن ننتظر الحالة النفسية والتداعيات التي تحدثها الحرب، وما هي الإرباكات التي حصلت في المجتمع السوري من خلل بنيوي، من تغيير ديمغرافي، من حالات عاطفية، من تهجير. كل هذه كيف يراها الكاتب وكيف يوصلها إلى الأجيال القادمة لكي تكون شاهدا فنيا على ما جرى في سوريا. صحيح دكتور عبد الله، تأكيدا لكلامك، يمكن ممكن نحن نرجع نشوف هلأ دراما كمان تكون مرافقة للأدب. يمكن ببداية الأحداث ما كانت الصورة واضحة. صح. كان في تخبط بالأحداث اللي عم تصير، كان في الكاتب ضايع يعني، حتى كان دراما أو رواية يعني. فنتوقع اليوم نحن توثيقيا كان دراما وأدب اليوم حيكون في شيء حلو، أنضج يكون. صحيح أنضج. حتكون الصورة واضحة لأنه يعني. طيب دعاء، سؤال أخير، وقت نقول فن تشكيلي وأدب اليوم، أيضا الفن التشكيلي بحاجة لروحك اليوم. هاي اللوحة اللي انت واقفة قدامها عم تخاطبي روحك، عم تخاطبها أكيد يعني. اليوم كيف تأثرتي وأثرتي بين الفن التشكيلي والأدب؟ هلأ دوما بقول أنه الفن يعني اللون والحرف والموسيقى هن علاقة مع بعضهم، ما بتقدري تفصلي بيناتهم. بس شغف الكتابة، أوقات قد ما كتبتي بتحسي أنه في حالة انفعالية ما بيكفيها الحبر، ما بيشبع لك أنك تطالعي اللي جواتك واللي حسيتيه بس عن طريق الحرف والحبر. فبيكمل هاي الصورة اللون والمساحة والكتل، فبتحسي أنه البني آدم هو كتلة مشاعر، كتلة. صحيح. أحاسيس. فلما بيتنوع الربط بين الحرف والكتابة هنا بيكملوا بعض. فأنا في كتير صور شعرية ممكن أو حالة سردية عم بوصف صورة معينة،
بتخلق لي جواتي انه انا ايه وصفتها كثير، بس استفزتني انه قوم انا صورها بطريقه مرئيه على اللوحه، انه تصير هي بصوره مباشره يقدر يشوفها الشخص الاخر، توصل الصوره كامله. والموسيقى نفس الشيء، لانه هي الموسيقى حتى هي بحد ذاتها يعني حاله ثانيه، وبتسحب الروح لمكان اخر لعوالم اخرى، فهن علاقه مترابطه بيكملوا بعضهم. أكيد بالختام بدنا نشكر وجودكم لليوم معنا، كل التوفيق لك دعاء بمشاريع القادمة. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور اليوم أغنية صباحنا. شكرا لحضوركم، ونتمنى لك التوفيق ونشوفك باسم لامع، ويكون اليوم الدكتور تحت إشراف أكيد الدكتور عبد الله. دائما نحن بنكبر باسمك دكتور. أنا أكبر فيكم وبوجودكم، وأنتم وجهنا للخارج يعني. شكرا شكرا دكتور. تفضلي. بتشكر كمان الاساتذه اللي كانوا مرافقيني بحلب، لانه انا عملت حفل توقيع بحلب، والدكتور عبد الله شاهر كان مرافقي هون بالشام، الاستاذ ابراهيم كسار والاستاذ زياد مغامز. تحياتنا لكم. هدول القامات ما فيكي تقدري انه نمرق هيك من تماما. لا اعوذ بالله، لانه لهم فضل والله يديمهم بعطائهم يا رب. شكرا لكم، اهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا كثير.